تقدم مستحق للنادي الاهلي على اوكلاند في الشوط الاول بهدف من تسديده حسين الشحات. في الشوط سيطر عليه النادي الاهلي سيطره كامله. كابتن شريف، تقدم مستحق في الشوط الاول للنادي الاهلي. الحقيقه كل منا في الاستوديو تصور اداء الشوط الاول. انا من الناس قلت هنلعب تلت ملعب، واسامه وبقيه الاستوديو كله قالوا غالبا يعني قالوا ان احنا هنعمل تيست للفرقه ونضغط عليهم من الاول. ووضحت ياما من ضربه البدايه وهم بيلعبوا ضربه البدايه، خمسه سته من لعيبه النادي الاهلي بياخدوا الكره الثانيه وبيحاولوا من خلال الكره الثانيه انها بتترد يكونوا هم اللي ضاغطين على فرقه اوكلاند سيتي. وعمليه الضغط ما عملتش اي مساحات لاوكلاند سيتي ان هي تبقى موجوده معاك بخطوره او تديهم حريه ان هم يتصرفوا في الكره، وكان قليل جدا. يمكن هم لعبوا على محمد هاني شويه ناحيه الشمال وحاولوا يضغطوا عن طريق الباك ليفت بتاعهم بيحاول يعمل حاله هجوميه ودفاعيه، ولكن نص ملعب الاهلي زي ما احنا تصورنا هو كان المسيطر على الشوط الاول تماما، من الاداء من الباس السليم. وشوف نسبه الاستحواذ هتلاقيها فوق ال 70% وهم 30%. واول خمس دقائق اتيحت فرصه محمد شريف، كان لو حطها كانت المباراه هتروح في حته تانية خالص، والثقه هتزيد مش هتروح لاخر الشوط الاول. توفيق من عند ربنا في الشوط اللي شاطها حسين الشحات الحقيقه، وان شاء الله تكمل على كده بنفس الضغط بنفس الاسلوب ونعزز الهدف الثاني ان شاء الله باذن الله يعديك باذن الله اللي نتمناه كل الناس وكل الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي والعرب جميعا يعني باذن الله ربنا. كابتن علاء، نتيجه منطقيه للشوط الاول. بدات كويس جدا، بدات مسيطر سيطره كويسه جدا على الشوط الاول، لكن بعد الدقيقه حوالي 20 25 سبت الملعب رايح جاي. هم بداوا يبقى لهم شكل، وكل لعبهم من ناحيه راجل ناحيه الشمال اسمه لوبو ده اللي هو الباك ليفت. مظبوط، تقريبا ما فيش هجمه من ناحيه اليمين، هو بالظبط كلها من ناحيه الشمال بيعتمد عليه كويس. هو لعيب كويس، كورته كويسه، مظبوط، مهاري، هو ابرزهم الشوط الاول. هو ابرزهم طبعا، لكن الملعب في الشوط الاول ملعب ما فيه مساحات هنا وفي مساحات هنا، لكن مهاره وخبره لعيبه النادي الاهلي بيعرفوا يستغلوا المساحات. لكن بس هو كلمه كده بسيطه لاحمد عبد القادر، كره القدم مش مراوغه بس، عمرها ما كانت كده. عشان احكم عليك انك لعيب كويس مش انت تراوغ واحد اثنين ثلاثه خالص، انت لو انت ده فهمك على الموضوع يبقى فهمه غلط. المشكله ان عندك مهاره وعندك موهبه ربنا مديها لك، الذكاء انك امتى تستعملها. امتى؟ دايما بقول الكلمه دي، امتى وفين وفي انهي حته في الملعب. لكن ما ينفعش مثلا في كوره جت ثلاثة وعايز تعدي منهم، لا لا بالعكس، خليك ذكي حتى عشان انت ما تستنفذ بدنيا. دايما خلي التلت الاخير هو الشغل الشاغل بتاعك، واحد على واحد استغل المهاره، لكن مش لازم كل وقت ارقص لاعب. لكن انت شكلك احسن، لبس الكره الخطوره عندك موجوده، نص ملعبك الثلاثه موجودين، لكن بتمنى بقى ان المساحات تبقى تتقفل اكتر من كده، ودور على الهدف الثاني بسرعه عشان ان شاء الله تقتل المباراه وان شاء الله تاهل الدور اللي بعده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، بعد الضغط والسيطره من النادي الاهلي في الشوط الاول، وضع طبيعي ان الشوط الاول ينتهي بفوز النادي الاهلي، ده كان ترجمه. ويمكن انت توقعت من قبل بدايه المباراه ان مستر كولر هيهاجم من البدايه وهيضغط من قدام فرقه اوكلاند. يعني توقعتها مش عشان حاجه، لانه مستر كولر من ساعه ما جه هو ده اسلوبه اللي بيحاول يفرضه على كل الفرق اللي قلت لك. يمكن في ماتش تاني زي ريال مدريد ممكن الامور تبقى مختلفه، لكن مع اوكلاند سيتي هم واضح اكيد هو اتفرج عليهم اقل من النادي الاهلي في المهاره في المستوى في التكتيك، في زي ما الكباتن قالوا انه الباك ليفت هو اللي تحس هو الوحيد اللي عنده بالظبط المهاره. هم التانيين بيجروا بيحاولوا ينظموا في الدفاع، بيعملوا كثافه عشان يقللوا فرص النادي الاهلي. لكن بس احنا ما توقعناش ان النادي الاهلي هو اللي يبتدي بالضغط، عشان لما قلنا الثلاثه اللي في نص الملعب بس واضح ان حمدي فتحي مش مع السوليه وديانج في نص الملعب. احنا اتكلمنا فيها دي وقلنا ان حمدي فتحي في اخر ماتشات الراجل بيلعبه من قدام، وماتش الزمالك جاب جونين بالاسلوب ده وكان قريب قوي من ال 18 وطالع لقدام على طول. حتى النهارده هو حمدي فتحي طبيعي ان هو واخد جنب الشمال ناحيه احمد عبد القادر والسوليه الناحيه الثانيه، وديانج هو اللي قدام المدافعين في نص الملعب. لكن حمدي كمان اكتر من عمرو السوليه
بيبقى اكنه رقم 10 حتى الاوقات كتير قوي بيبقى هو وشريف ضاغطين من قدام قوي، حتى في بدايه الهجمه لما بتبقى عند ضربه مرمى بتلاقيه واقف هو على ال 18 هو وشريف. ايوه بيلعب بالشكل اهو قدامنا اهي، بيلعب بالشكل اللي هو بيلعب مظبوط، بيلعب بالشكل اللي هو اكنه قفشه مثلا الموجود رقم 10 او او اي حد بيلعب في رقم 10، فهو بيقدمه قوي لقدام. مظبوط. وهو حمدي نجح فيها في اخر ماتشين ثلاثه، فالراجل بيلعبه كده. بس هي الفكره ان ده مش اسلوب حمدي المفروض يبقى على طول. يعني حمدي بيجي من تحت لفوق، مظبوط، بيجي من تحت لفوق بيبقى اخطر، لكن مش انه يبقى من البدايه قدام. مظبوط. يعني دي بتحده شويه ان هو يبقى بالبدايه لقدام قوي بتحده شويه، لكن غير ان انا ابتدي في نص الملعب وابتدي اتحرك في المساحات الفاضيه. كويس قوي، دي هي دي اللي هي شويه عايزه تتظبط. الحاجه الاخيره ان كان في استعجال شويه، رغم ان احنا مهاجمين كويس من ناحيه حسين الشحات وناحيه معلول، لكن ربنا وفق في كرة حسين الشحات الاخيره لانه كان شوط للنادي الاهلي المفروض يعني. صحيح. طيب كابتن عادل، رايك في احداث الشوط الاول واداء النادي الاهلي والشوط الثاني؟ هل السيناريو هيتغير؟ هل مستر كولر ممكن يعمل تغييرات؟ هل ممكن يغير في الطريقه؟ هل ممكن ما يضغطش من قدام ويرجع نص ملعبه ويخلي الاستحواذ الفرقه فرقه اوكلاند؟ انت نجحت في الشوط الاولاني في انك انت تلعب باللي احنا اتكلمنا عليه اللي تحت المهاجم ده الخافي اللي هو بيلعب لحمدي فتحي، حمدي اللي بيكمل، لا 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 سولية، اي لعيب ايهما يكون موجود. والحته الثانيه ان حسين الشحاته يبقى عنده راحه وعبد القادر عنده راحه في حته ان هم مش هيدافعوا في وسط الملعب دفاع كويس، لان اول كويس. واحد بيرجع حمدي فتحي وليس الاثنين دول. كويس. لكن انت محتاج انك انت تاني شوط لو مستعجل. لا لا لا، انت محتاج تاني شوط تعمل حاجتين. اول حاجه تلعب على المباراه القادمه، انك انت ما ترهقش نفسك، تلعب اللعب المباشر، التغييرات لازم تبقى موجوده، تحتاج للمباراه اللي جايه تامن هدفك الاول وتكسب وبعدين تشتغل للمباراه القادمه. طب استنى، هيلعب بنفس الاسلوب؟ هيضغط برضه من بدايه الشوط الثاني؟ لا هو ما ضغطش. خلي بالك، بص يا كابتن، في اوقات من المباريات واحنا كنا بنتفرج فرقه النادي الاهلي بتلعب نص ملعب، هجمه ولا اتنين، ما هي كره القدم كده. قلت لك مش لازم انك انت تبقى بتضغط تضغط تضغط تضغط، ما هو ما فيش حاجه اسمها في الكوره كده. ده البرازيل ما يعملش كده اصلا، ما بيضغطش طول ال 90 دقيقه. فهي العمليه بتبقى باختصار يعني انك انت بتعمل موجات ورا بعض، يعني انت ممكن تعمل مشوارين ثلاثه وضغط مرتين ضغط وبعدين تقف مره ولا تقف الثانيه علشان تاخد نفسك عشان تحضر، عشان في مجموعه بتشتغل ومجموعه واقفه ومجموعه بتشتغل ومجموعه واقفه. فانت لو انت اشتغلت ضغط على طول بسرعه وكل طول الوقت بتضغط، المجموعه كلها تشتغل، الفرقه ترهق. كويس. فخلينا نتكلم على انه النادي الاهلي نجح في الشوط الاولاني انه يجيب الهدف اللي هو بتاع اللي يحول الفرقه دي للبلان الثاني بتاعها اللي هو هيهاجمك. انت هتعمل ايه بقى معاه؟ هل انت تبادر انك انت تهاجمه وتعمل عليه؟ طب ده ضغط مبدئي في كوره. احيانا انت بتعمل، احيانا انت بتودي الكوره للمنطقه عشان تضغط فيها. يعني بص، دي المنطقه الايه؟ المنطقه بالنسبه لهم المزنوقه اللي هي عند الباك ليف، عشان الخط ده بيضغط معاك، الخط بتاع بره الملعب بيضغط معاك. فانت ما تجيش في وسط الملعب وتضغط، ممكن تتفك سريع، ولو اتفكت سريع ممكن تتدرب، ولو اتدربت ممكن يعملوا احلال منك ويبقى زياده عدديه عليك. علشان كده اللي انا عايز اقوله لك، اقرب حاجه للنادي الاهلي الشوط الثاني رقم واحد يشوف هيعمل ايه في الحته الدفاعيه والكره المباشره لقدام، لان هم هيعملوا كور طويله. كانوا بيلعبوا ناحيه الشمال زي ما الكابتن علاء قال، لكن خلي بالك الشوط الثاني هيطلع كل ما عنده، يعني مش هيتحفظ خلاص، هو خسران ومسافر وراجع، فهو هيطلع كل ما عنده، سلاح ذو حدين، هو ممكن يضغطك كويس ويتعبك، الا لو انت نزلت تاني شوط معتمد على الواحد صفر، لو اعتمدت على الواحد صفر هيتعبك، فانت تاني شوط لازم تعمل عكسه تماما، هو يضغطك من قدام، انت لازم تلعب برضه. شوف انا يمكن بقول لك الضغط ما بحبه، لا انت تضغط، بس تضغط الضغط اللي فيه توازن مره والمره الثانيه عشان تخليه يتسلل له القلق لحد ما تعدي بس 15 20 دقيقه والشوط الثاني هتبص تلاقيه فتح بكل خطوطه، انت تلعب على المرتده ممكن تجيب هدف واثنين وثلاثه. هو هيلعب بنفس الطريقه مستر كولر الشوط الثاني؟ لا ما افتكرش،
ما افتكرش يلعب بنفس الطريقه، افتكر انه هيهدى شويه برضو، يشوفهم في الناحيه الهجوميه، وما يشوفهمش في الناحيه الهجوميه، ممكن يشوفهم في تعورهم، لو تعوروا جامد قوي لازم نستغل حارس المرمى ده كمان بالتصويبات برضو ونعمل لهم يعني 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 انت خلي بالك هو ممكن يستناهم يشوفهم، لان انا ما انا مش عارفهم ممكن يعملوا ايه. هو يعني هو الطبيعي في فرقه زي دي عارف تعمل ايه؟ ما تهاجمكش بسرعه، تديك اخر 25 دقيقه اخر 20 دقيقه اللي تستعجل في الخساره بدري. فانت الفرق اللي زي دي بتعمل مع الفرق الكبيره تفضل تجاريك لحد اما تحافظ لحد اما تضغط خلاص الوقت هينتهي منها، تديك هجوم في 20 دقيقه اخيره عشان ما يبداش من البدايه من الاول، الا لو جت بقى كره ثابته حاجه من دي. هم ايمن هم ايمن واضحين وصراحه وهجومهم مش خطر خالص، هم كل خطورتهم في الضربات الثابته واعتمادهم على الجنب الشمال، الجنب الشمال اللي هو لوبو ده لوبو. لكن ما فيش قدرات من الاخطاء يا كابتن ماشي، بس هم ما عند واضح ما فيش قدرات واضحه يعني في كورنر جنب. علاج الموضوع كله كورنر هدف تاني. بص يا كابتن في كورنر جه علينا اللي هو اتعملت مره واحده للشناوي طلعها بيدي، ما دي كانت خطر جدا وكانت النتيجه ايه 0-0. فانت تخاف من الحاجات اللي زي دي، فاتزن في الشوط الثاني واطلع بلا مجهود كبير عشان تلعب سياتل من الفرق القويه جدا الجرمايه. صحيح عجبنا الشوط الاول اداء النادي الاهلي وتقدمه، وعجبني كمان جمهور المغرب في الملعب، مؤازره وتأييد للاعيبة النادي الأهلي في الملعب، وكأن النادي الأهلي فعلا بيلعب في وسط أرضه وجماهيره. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله لتعزيز المكسب. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة، انتظرونا.